أعتقد أنه من الصعب تقييم سنتين من حكم نظام ما، ولكن لو طلب مني ذلك فإن أبرز ما يمكن أن أشير عليه مما تم إنجازه في هذه الحقبة هو فتح ملف الفساد واستدعاء واستجواب قدر كبير من المسؤولين الكبار الذين سيروا الدولة في مرحلة الحكم السابق. وكما أني أعتقد أن سجن رئيس سابق على ومحاكمته واستجوابه على تسييره لعشر سنوات من حكمه أيضا هو سابقة في شبه المنطقة وله ما بعده فيما أعتقد، وأعتقد أنه يكرس مبدأ مهما وهو مبدأ الحكامة الرشيدة ومبدأ الشفافية في تسيير المال العام. وحين لا نتكلم بلغة خشبية فيمكننا أن نقول أن لنا مآخذ على الطريقة التي تم بها فتح هذا الملف، ولكن مهما كان فإنه يظل حسنة كبرى لها ما بعدها، يمكنها كما قلت أن تبسط عهدا جديدا من الشفافية في تسيير المال العام. هناك أيضا نقاط أعتقد أنها جديرة أيضا التقييم، وهي التوجه الذي نراه في النظام الجديد لطبقات مهمشة ومساعدتها في حياتها اليومية. وإن كان هناك من يعتقد أن الأولى هو إنشاء مؤسسات ومحاربة البطالة بهذه الأموال التي يتم تفريقها هنا أو هنالك على بعض الفقراء، من باب أن من الأفضل أن تعلم شخصا ما صيد السمك على أن تمنحه كل يوم السمكة، ولكن مهما كان فإن هذا في رأيي أيضا عمل جديد ولم يسبق له أن شهد في هذه البلاد، وإن كان فمنذ فترة بعيدة. أيضا هنالك التشاور، سنة التشاور التي أرسها الرئيس، حيث أنه قابل عددا كبيرا من الشخصيات السياسية والفكرية وتشاور معها. وفي علمي أيضا أنه قد ينظم في الأيام القادمة قد تنظم منتديات عامة أو حوارا أو تشاورا عاما يشارك فيه إلى جانب السياسيين مفكرون ومثقفون ونشطاء مجتمع مدني، وهذا أيضا سنة حسنة. بالنسبة لي آمل في القريب العاجل أن أجد أن الرئيس محمد ولي الشيخ الغزواني تخلص من كل من ذكروا في ملفات فساد أو وجهت إليهم اتهامات ولو بدون أدلة، لأن الأدلة أيضا قد تعوزنا في بلد كل شيء فيه معتم عليه. ولكن كما قال الشاعر: قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا فما اعتذارك في قول إذا قيل. فكل من اتهموا، عادة الناس لا تتهم ولا تلقي الاتهامات على عواهنها هكذا، ولذلك فكل من اتهم ولو بدليل أو بغيره ينبغي التخلص منه، لأنه لا ضرورة له فعله. كما أتمنى أن يقوم الرئيس بإجراءات وإنجازات ملموسة فيما يتعلق بحقوق الإنسان وبالوحدة الوطنية وبحرية التعبير.